تنطلق اليوم مباريات الجولة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية بأول لقاء سيجمع فريق حسني تبادير بفريق الرجاء الرياضي على أرضية ملعب أدرار بأكادير على الساعة 5 عصرا. وسيغيب عن هذا اللقاء كل من العميد محسن متولي ونحو إلى السعداوي واللاعب أيوب نناح لاختيارات المدرب لسعد الشابي. كما سيغيب عن هذا اللقاء اللاعب زكريا الهبطي بسبب الإصابة. وسيتوجه الفريق الأخضر مباشرة بعد نهاية اللقاء إلى البنين عبر طائرة خاصة لمواجهة فريق شبيبة القبائل الجزائري برسم نهائي كأس الاتحاد الأفريقي. وفي اللقاء الثاني يستقبل فريق المغرب الفاسي فريق مولودية وجدة على أرضية الحسن الثاني انطلاقا من الساعة 7:15. ويحتل الفريق الفاسي الرتبة 10 برصيد 30 نقطة، فيما استقر الوجيون في الرتبة 4 برصيد 35 نقطة. أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عن اللائحة النهائية للوفد الرياضي المغربي الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر عقدها في الفترة الممتدة من 23 يوليو إلى 8 غشت من هذه السنة. وبحسب القائمة المصادقة عليها سيسافر 48 رياضيا مغربيا إلى طوكيو للدفاع عن الألوان الوطنية في 18 تخصصا رياضيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.